نحن نقول لأخواننا، نحن نقول الشركاء، شركائنا الحقيقيين والأصليين، يجب أن هذه الشراكة نرعاها بحقها، يجب أن هذه الشراكة نخدها نصب أعيننا، لأنه إذا كان في جهة واحدة بتتخيل أنه ممكن تسوق البلد دي وتوديها، أبداً ما في جهة واحدة بتقدر تمشي ما لم كلنا نخد يدنا في يد بعض ونتوحد ونوحد جهدنا. ما في إقصاء لأحد، ما في إقصاء لأي مكون من مكونات الفترة الانتقالية اللي اتفقنا عليها. نحن كلنا شفنا مبادرة رئيس الوزراء، نحن كمكون عسكري تم إقصاءنا منها، المبادرة التي تمت في قاعة الصداقة كلنا تم إقصاءنا نحن منها، نحن مكون وشريك أساسي من شركاء الفترة الانتقالية، وبيدنا كل شيء، كل شيء بيدنا كل شيء. نحن لنا سنتين تركنا كل العمل التنفيذي لمجلس الوزراء لأخواننا السياسيين وواثقين صيغة كاملة في أن هؤلاء المواطنين السودانيين زي ما هم نحن وطنيين، هم أيضا وطنيين زي ما هم سودانيين، نحن برضو سودانيين، لكن في النهاية الخيل بتظهر أو بالخيل الحرة بتجي في اللفة. نحن شايفين أنه المزالة منحرفت عن مسار الصحيح، قوة سياسية كانت جالسة معانا يوم 11 وكنا نتفاوض معها، الآن تساقط منا جزء كبير، جزء كبير تساقط منا. نحن بندعو اليوم وبكرة أنه يجب أن تتوحد هذه القوة.